توقعات حضراتكم طبعا دي جزء اساسي جدا من حلقه النهارده. مباراه في غايه الاهميه، انتوا عارفين طبعا ان فريقتين الاهلي والزمالك هما الاثنين ليهم شعبيه وجماهيريه طاغيه الحقيقه في المنطقه العربيه بشكل عام، ولو حددنا اكتر هنقول ان النادي الاهلي بصفه خاصه كمان سواء في منطقه شمال افريقيا او في الخليج العربي ليه شعبيه واسعه جدا، بدليل ان في انديه كتير متسميه على اسمه زي نادي اهلي جده وغيره من الفرق. تتغير الظروف، تتبدل الاحوال، ده الماتش اللي كلنا بنستناه، واعتقد ان الاهلي بقى عايز كده يفوق ويتفرغ للبطوله الافريقيه كمان وماتش الوداد. فخليني برضو اقول لك يا كريم ان من امبارح ما فيش حديث مع اي حد كنت بشوفه غير لما بيسال يا جماعه يا نهاوند المباراه ان شاء الله هتبقى كام كام، كل اللي شفنا يسالنا السؤال ده. احنا متوقعين الفوز باذن الله، يعني انا لو هتسالني هقول لك 2-0 او 2-1. انا ميال لكده بالرغم من ان الماتشات دي دايما ايا كانت ملابساتها وخلفياتها وكواليسها وظروفها يعني ساعات بيكون صعب شويه ان انت تحددي مبدئيا يعني مين اللي هيفوز او حتى النتيجه هتكون كام، بس انا عموما زي كده ميال للرقم على ده. كل حال كل الطرق بتؤدي لفوز الاهلي، لقاء قمه بيكون فيه اهداف وظهور نجوم وتفوق مدربين، ده كل ده ان شاء الله هنشهده.